بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صلاة التطوع، إذ قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وسلم على آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه فضل صلاة الوتر، وأنه أفضل النوافل، فلا يتساهل فيه المسلم ولا تمر عليه ليلة من دون وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الوتر، حتى إنه إذا نام عنه بالليل يقضيه النهار ويشفعه. فالوتر سنة، صلاة الوتر سنة مؤكدة وحافظ عليها المسلم، وأفضل وقت لها في آخر الليل، هذا أفضل وقت لها لمن يثق بقيامه. أما من لا يثق بقيامه فإنه يوتر في أول الليل قبل أن ينام، وإذا قدر له أنه قام من آخر الليل يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول ولا يوتر مرة ثانية. ولهما عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، هذا فيه بيان أفضل صلاة الليل وأفضل الصيام التطوع، أن أفضل صلاة الليل جوف الليل، وهو وقت قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل الأول ثم يقوم ثلث الليل، يعني الأخير، ثلث الليل الأخير، وينام سدسه، فيكون قيامه في جوف الليل، هذا في الصلاة الليل. وأما في الصيام فكان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما في كل حياته. نعم. ولهما عن زيد بن ثابت مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، هذا فيه أن المسلم يعمر بيته بالصلاة وبذكر الله، صلاة النافلة في بيته أفضل من صلاتها في المسجد، فيصلي في بيته، يجعل لبيته نصيبا من صلاته ولا يخليه من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل، هذا هو الذي يليق بالمسلم، أن يعمر بيته بذكر الله، طاعة الله،
يستنير بيته بطاعة الله، ولتنفر منه الشياطين، وأيضا يقتدي به من يكون في بيته من أولاده ونسائه. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم، يستحب لمن يقوم من الليل أنه أول ما يقوم صلي ركعتين خفيفتين يفتتح بهما تهجده، ولا يشرع في التهجد مباشرة، وإنما يأتي بهاتين الركعتين الخفيفتين يستفتح بهما تهجده. نعم. وفيه أيضا: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. هذا فيه الترغيب في القيام من الليل، أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهذا فيه فضل القيام من الليل. وهذه الساعة تكون طويلة وتكون قصيرة وتكون متوسطة، المهم أن المسلم لا يحرم نفسه من صلاة النافلة في بيته من الليل. نعم. ولمسلم عن جابر مرفوعا: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. نعم، وهذا كالحديث الذي قبله أن في الليل ساعة، والمراد بالساعة هنا الجزء من الوقت، وليس المراد بالساعة المصطلح عليه الآن أنها 60 دقيقة، لا، الجزء من الوقت يسمى ساعة طال أو قصر. فينبغي للمسلم أن يجعل من ليله ساعة، أي وقتا يسأل الله فيه ويدعوه فيها، فهو مظنة الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. التوجيه للمحرومين الذين يكثر عندهم سهر الليل حتى طلوع الفجر، حتى أحيانا بعض صبيانهم وصغارهم، ولا ينبهونهم إلى مثل هذه الفضيلة. هذه ظاهرة سيئة ظهرت في الناس اليوم، وهي السهر في الليل على القيل والقال والمحطات والإذاعات وغير ذلك، ثم ينامون في آخر الليل إذا قضوا لهوهم ولعبهم، ينامون حتى ربما عن صلاة الفجر، فلا يصلونها في وقتها ولا يصلونها مع الجماعة، وهذا تفريط وحرمان عظيم. ينبغي لصاحب البيت أن يربي أهل بيته على الصلاة من الليل، وأن يناموا ويرتاحوا من أول الليل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل هي القيام للصلاة بعد النوم، هذه ناشئة الليل، القيام لصلاة الليل بعد النوم، ويكون النوم من أول الليل، هذا أحسن النوم وأصح النوم للبدن. فالمسلم لا يفرط في حياته ويخرج من هذه الدنيا على غير عمل صالح وعلى تفريط، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، فلا يفرط فيها. لا نقول إنه يصلي كل الليل يصلي، لا، نقول يجعل له حظا من قيام الليل ولو كان قليلا، وكل ما كثر فهو أفضل، لكن لا يحرم نفسه من قيام الليل. نعم، قبل صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ على التوجيه المبارك. ولهما عن عائشة أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع
قام فقرأ نحوا من 30 آية أو 40 آية ثم ركع، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم، كان صلى الله عليه وسلم في حال قوته يصلي صلاة الليل قائما، وكان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام، فقد قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يفعل ذلك شكرا لله عز وجل على ما أتاه من الفضل والخير، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلا يفرط المسلم في قيام الليل، يعود نفسه على ذلك ويعيش عليه، ثم إنه يتلذذ به، إذا عود نفسه عليه يتلذذ به ويحن إليه، فلا شك أن النفس تحتاج إلى جهاد يجاهدها في أول الأمر حتى تتروض على صلاة الليل، ثم ترغب فيه وتحن إليه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم. ولمسلم عنها في حديث: وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. نعم، كان الغالب أنه في صلاة الليل يقوم عليه الصلاة والسلام ويركع ويسجد من قيام، وكان لما ثقل صار يصلي صلاة الليل قاعدا ويركع ويسجد من جلوس على حسب حاله. وورد في رواية أنه كان يقرأ في صلاة الليل جالسا، فإذا أراد أن يركع قام وركع من قيام، الحديث السابق. نعم. ولهما عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. نعم، لما ركبه اللحم عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وثقل عن القيام، كان يصلي صلاة الليل جالسا. فالمسلم لا يكلف نفسه ما يشق عليها لئلا تنفر من العبادة، يهون على نفسه في العبادة ويخفف على نفسه في العبادة لئلا يتركها. نعم. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. يصلي متربعا، يجلس يعني متربعا، يجعل نفسه أربعا على ساقيه وفخذيه. نعم. وللترمذي وصححه عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا فيه فضل القيام من ثلث الليل الآخر، الليل ثلاثة أثلاث: ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأوسط، ثلث الليل الآخر الذي يعقبه طلوع الفجر، وهذا هو أفضل قيام الليل في ثلث الليل الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. في هذا الحديث الحث على السؤال والدعاء، ورد في بعض الأحاديث الأخرى الصلاة، يعني هل بالنسبة لمن يقوم الأفضل والأولى في حقه كثرة الإطالة في القراءة، في القنوت في الصلاة، في إطالة القراءة، أم الدعاء وإطالة الدعاء عملا بمثل هذا الحديث الذي ورد في هذا الفضل؟ يجمع بين الأمرين، يطيل القراءة ويطيل الدعاء، يجمع بين الأمرين، وقراءة القرآن دعاء، هي دعاء قراءة القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضاعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس وهذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ ما تفضل به من الشرح والبيان. هذا يزيد الريش، أترككم في رعاية الله وحفظه إلى الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام.